دايما حاجات وحاجات. شوفين في حاجات لازم تفضل برايفت. ايوه عشان الموضوع ما ينفعش يتبابليك، عشان حاسه يعني انها حاجه برايفت قوي فخليها لنفسي، وبعدين الناس بقى تقعد تعلق وراي الناس وكده، فيعني ما بحبش حد يقول رايه في حياتي يعني، فبخليها لنفسي. ما بحكيش مشاكل على السوشيال ميديا. بحس ان كل واحد فينا ليه كونسبتس معينه، ليه مبادئ معينه في حياته، مش كلنا متوافق في نفس المبادئ. لا بصراحه، لاني مش بحب الموضوع ده، لاني المشاكل الشخصيه دي حاجه يعني خاصه بيا انا، مش لازم اي حد يعرفها. ممكن ادي نصيحه لاصحابي، اتكلم معاهم احكي لهم، بس يعني خاصه اني مش هينفع حد يعرف مشاكل الشخصيه. لا مش قوي يعني، السوشيال ميديا بالنسبه لي ما هي الا اعرف اخبار صحابي قرايبي عيلتي، مش اكتر من كده. انا بعتبر انه اذا شيء ما ممكن يفيد الناس فليش انا لازم يشوفوه؟ لا طبعا، لان البرايفسي بتاعت كل واحد حاجه مهمه جدا، ما ينفعش كل حاجه تتقال على السوشيال ميديا. هم قالوا من بس الوش، انت مش شايف اللي تحت، فعلى طول اي حد بيشوف اي بوست او اي حاجه يقول لك يا ده بيعمل، يا ده بيسوي، يا وكل الكلام ده، فبيدلوا بيخشوا في تفاصيل اكتر. ما فيش طريقه الواحد يحكي مشاكله على السوشيال ميديا، خصوصا انه السوشيال ميديا يعني عمله متداوله، فيها سلبيات وفيها ايجابيات. برايفت لايف اولويز وين، هي دايما البرايفت لايف هي لازم تكون هي السيده في الموضوع يعني. لا بصراحه ما بحسش ان هو ينفع ان انا اشارك مشاكلي الشخصيه مع اي حد، اللي هو مش اي حد يتدخل في الحياه الشخصيه. هي صح ومش صح يعني، هي صح لو اللي هو مش بندخل في التفاصيل بزياده، في تفاصيل لازم تبقى برايفت، بس هي صح لان في ناس بتبقى فاهمه الموضوع ده فبتوعي الناس التانيه اكتر، يبقوا فاهمين يتصرفوا ازاي صح وكده. اكيد غلط، عشان المفروض ان العلاقه دي حاجه انت بتبنيها مع الشخص اللي قدامك، بتكبروها مع بعض. دي تفاصيل شخصيه فبخليها لنفسي احسن يعني، لان يعني مش اي حد هيعجبه بقى اللي انا هقوله، مش اي حد هيقول رايه هيعجبني، فهسمع كلام سخيف وعلى ايه يعني، خليها لنفسي احسن. هو في بيجز بتعرضها كتوعيه، وفي بيجز بتعرضها ان هو كذا واحد بيتكلم عن حياته الشخصيه، ده غلط اطلاقا. ان الحاجه طول ما هي بتكبر وطول ما هي بتبقى بتبابل اكتر، كل ما كان الحاجه بقت اسوأ. تفاصيل العلاقات ما ينفعش، انا ممكن ابقى خارجه من تجربه انصح بيها الناس، بس التفاصيل لا، مش بحبها خالص. علاقاتك الحلوه خليها لنفسك، السوشيال ميديا بتحرقها والناس مش هتسيبك في حالك. لا طبعا غلط، اذا ما كان شيء بيحكي عن ظاهرة معينة بيقدر الكل انه يستفاد منها او عم ينتقد شيء معين، فاكيد اي تفاصيل هي ما لازم تنزل على النت. غلط جدا ان احنا نطلع كل اسرارنا على السوشيال ميديا، لان احنا بيبقى عندنا ناس كتير على الكونتاكت ليست، مبقاش عارفين كل واحد ايه اللي في دماغه، كل واحد ايه اللي في نواياه، فمش صح ان احنا نطلع كل حاجة على السوشيال ميديا. ان معظم العلاقات اللي هي في الجد، مش الهزار او الصحوبية او البيست فريند والجو ده، كخطوبه كجواز، انا شايف ان هي ما ينفعش تطلع على السوشيال ميديا، بسبب ان هيبقى في حمل كبير قوي من الناس عايزين يتدخلوا ويعرفوا كذا كذا، وده اصلا في حد ذاته بيخلي الواحد يحصل مشاكل بينه وبين خطيبته، بينه وبين زوجته. غلط طبعا، هو ممكن التفاصيل زياده عن اللزوم، لا لو فكره عامه انصح بيها اللي قدامي بس تمام، انما تفاصيل العلاقه لا ما ينفعش ان هي تتنشر. لما في مشكله احكيها لحد قريب مني، مش هبابليك الموضوع على السوشيال ميديا. مش شايفاها ان هي حاجه كويسه قوي اللي هو ننشر التفصيل بالظبط، اللي هو ممكن مثلا لو في مشكله نقول الموضوع من بره في مثلا جروبات بتساعد او كده، في ناس بتساعد وفي ناس ما بتقولش حاجه تساعد المشكله. غلط بس مش دايما، لان ساعات بيكون الموضوع محتاج لحل، فالسوشيال ميديا بيكون هو المنبر للناس ان هي توصل للحل ده فعلا.